يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، بينما يسود طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على جميع الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية وبعض العواصم والمدن العالمية.